السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن زراعة المحاصيل الصيفية، نتحدث عن زراعة محصول الذرة الشامية. انت وريني التاو كده يا حاجة، وريني. اه طيب، الوقت سيادتك انا عندنا بنبقى نزرع على خطوط، ده انت عامل مساط. اه بنزرع من الجرشتين بس، ممكن يبقى على خطوط برضه. ممكن على خطوط، ما في بنعمل اراضي على خطوط واراضي على مساط. حسب تربة الارض نفسها. طب احنا يعني احنا عندنا في المنصورة انا بشوف بنعمله على خطوط. طب ما عندنا برضه في البلد على خطوط. ما يجي ما عاد، ما هو احنا ما احنا فلا انت بتسجل تسجيل فلاح. الله يعزك. لا بس اصل الوقت. طب انا هقول لسيادتك حاجة، عندنا في المنصورة، طب انا شفت بيزرعوا الذرة في ارض ما بيروي ويزرع. ده في حاجة اسمها مخمر. ماشي، حاجة فيها زراعة مخمر. يعني أنا الوقت اللي الآلة اللي معاك دي اسمها إيه يا مدام؟ شكاك. شكاك؟ شكاك. اسمها شكاك. اه. إحنا بقى يعني اللي أنا سجلت معاهم كلهم في المنصورة بيروي بيزرع في المية مش حضير. بيدان. بتقول إيه يا مدام؟ بيزرع بيدان في المية. مش بالشكاك. بالصابع كده. إحنا بقى بنعملها في من ده في من ده. الشكاكة فعلا، ما هي دي اللي كنا بيتزرع بيها طول عمرنا، ان كان قطن او ذره او كده. ايوه انت حافظ اهو. لا يا عم انا وانا فلاح. دي اسمها الشكاكه. مش كل البلاد بقى مسميها الشكاكه برضو. اللهم صل على النبي. هي بتظبط المسافه. هي بقى تظبط المسافه في ايديك. ده هي ربنا يبارك الستات شاطره، بتعمل الجوره وبعدين تغطيها. ما طبعا بنفس الشكاك عشان الغراب ما ياخدهاش. وعشان تخضر. ايوه. انت الفدان بياخد قد ايه تقوي يا حاج؟ ايه دي؟ الفدان بياخد تقوي قد ايه؟ بياخد تقوي 10 كيلو. 10 كيلو، يعني الشكاره بتيجي قد ايه؟ بكام؟ هي الشكاره 5 كيلو. يعني انت بتجيب شكارتين للفدان. هو ان شاء الله انت زرعت اهو، هتروي امتى؟ ممكن اروي النهارده، ممكن اروي بكره. طب هو يعني في مانع ان انت تروي النهارده؟ لا مفيش مانع. حسب ظروفي بقى. ظروف شغلي بقى. لكن المفروض احنا بنزرع ونروي. ما عادي بقى، انت تروي النهارده ماشي، تروي بكره ماشي. كده بتصور المسافات بتاع الضرب يعني. انتوا ان شاء الله الذره ده تعملوه سلاج؟ ان شاء الله. يعني اصل هو الذره اصلا عندنا ما عادش له استخدامات، لانه ما احنا الخبز بتاعنا الفران كلها بتخبز قمح، دقيق قمح، فالذره ملوش استخدامات. انا بشوف لا بيتعمل يا فندم كعليقه للمواشي. ماشي. ما انا بقول لك، لكن استخدامات لنا لا بنعمل استخدام، لازم نستخدمه. بتستخدمه في فريك وبتستخدمه في بيتك اللي الذره المشوي، الذره الاخضر. لا بس انا بتكلم دلوقتي عشان المزارع كل ده مش هيجيب معاه، بيقوم جاي عامله سلاج. يعني المزارع بتبقى تتعاقد مع حضرتك؟ لا انت كل واحد بقى بيزرع وهو حر. بالنسبه للسلاج هو حر. ممكن اديه لك وممكن اديه لابيعه لغيرك وممكن اديه لنفسي. يبقى انت يعني انت عندك الحريه عشان ما حدش يتحكم فيه. حكم فيه ليه؟ هذا ما لدينا عن زراعه الذره الشاميه، وشكرا. انت ان شاء الله قلت هتروي النهارده ان شاء الله. هذه هي طريقه زراعه الذره الشاميه، طريقه العفير، يتم الزراعه ثم الري. طب الطريقه الحراتي زرعت بقى قبل كده يا حاج؟ الحراتي اللي هو بتروي وتسيب الارض كام يوم كده. زرعت بقى قبل كده؟ زرعنا بالطريقه الحراتي يعني.
حسب الارض. اسمه المخمر. الله يعزك ويسترك يا رب. ده بقى مخمر. ان احنا ايه بنروي ونستنى كام يوم؟ نستنى 3 4 ايام حسب الارض. اما تبقى ايه تستحمل الرجل. اه نزرع. ايوه نزرع ونزحف ونحرط تمام تمام. يبقى دي الحرق. مدورة تخدير. دي الخياضير او الحرق. مدورة تخدير. اما دي العفير. ده اسمه مدورة عفير. تمام. ازرع زي الشباب كده يا رب يبارك فيهم بيزرعوا. انت بتحط في الجوره كام بذره يا مدام؟ واحدة بس. اللهم صل على النبي. يعني ما يبقوش اتنين؟ لا. اه. اتنين بقى ما يقدر بتشيل انت منه واحدة تملكها ترجع. اه هو بس يا رب لان التقاوي غالية ونظيفة. التقاون وزاره الزراعه فهتلاقيها ان شاء الله كلها ربنا يبارك فيها. وبعدين انت بعد اسبوع اللي تبقى نموتها مش طالعه تزرعها تاني ترقعها. لا لا ما عندناش حاجه. ما عندكش ترقيع؟ ترقيع لا ما بنحبوش. امال احنا بنزرع عفير ليه؟ اه وجايبين دوره غالي ليه؟ تمام تمام. اللي هو الكيلو بكام يا ريس؟ الكيلو ب 60 جنيه. اه يبقى انت جايبهم الغالي. اه اسمه دوره هيكل. دوره هيكل. هيكل اه. بس انت فاكر ايام ما كنا بنتقي من بيتنا ان كان دوره او رز او ما عادش بقى الكلام ده. ما عادش. انا بقول لك ما عادش بيجيب انتاج. مش ما عادش احنا. انا برجع لك بالذاكره. بس انا فاكر كنا بنتقي من بيتنا اذا كان رز او دوره. كنا بنحرط ونلقط الدوره كل حاجه كل حاجه ونعمل ونسوي. اه اه ونعمل الدورة تماسي ونجيب بدار ونبدا. لكنك شفت الساقية بقى. اه شفت الساقية. ايوه شفت. امال ايه؟ يا مركبنا على الهدية. يا مركبنا. طب هي المكان اللي بتلف فيه لا مؤاخذة البقرة او جاموس اسمه المدار. اه واللي بتتحط لا مؤاخذة على رقبة الجاموس الناف. الناف. والهدية ان هي بقى. طب ده الناف. امال الهدية ان هي؟ الهدية اللي بتبقى ورا. اه الناف اللي بتحط على رقبتها عشان تدور عشان تشغل بس. اه اه. اما الهدية بتبقى ورا. ورا ليه بقى فايدة الهدية؟ عشان هي بتشدها. تمام. يبقى الهدية اللي ورا. اصل عشان هي بتشد الشد بتلف الساقية. تمام تمام تمام. يبقى الهدية هي اللي بتشد الساقية. آه. بتدي الدورة. يبقى شفت الطنبور برضو يا ريس؟ الطنبور شفناه. هذا ما لدينا عن زراعة الذرة وشكرا.